السلام اخويا، اليوم معكم مكن ياسين من مدينه بوك. بارطاجيت اليوم باش نصور لكم هذا هو اللي كنت درته في لاباج، وبزاف الناس ما تعقدش قالت بلي هذا ماشي بصح. انا اليوم جيت الخوت باش نصور لكم وغنضربوا فيه دوره وغتشوفوه. التيكي ديالو غالي بزاف، غالي غالي لواحد الدرجه. الناس كتصور ها دوره باش تضرب دويره فيها شي شحال داير 10 أورو 70، ولكن ماشي مشكله الخوت، المهم هو تشوفوه وتعيشوا معنا هاد الاكسبيرينس اللي غنديروا فيه ان شاء الله. محطه راكم عارفين انتم السنسور وصبت من الدريجات. هادي هما الخوت، هي المحطه ديالو انتما كما كتشوفوا، كل شيء حديد، سنسور، ها الشروط كيدير يدور، البلايص اللي غادي يوقف فيهم. انتما شوفوا الخوت كيمشي فوق المدينة، ها منظر واعر. شوفوا 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 فوق المدينة، راهي المدينة ليه شو كيبان لكم دابا. تمايل ما ندوش على الأناقة غادي فوق قلب الدنيا كتشوف كلشي. قرب يوصل لاكار الاخر، شوفوا النقا كي نقي واخا كيمشي في السماء. دخل المحطة الاخرى هاهي فيرتبروك، البيبان كيتحلو اوتوماتيك. Double one.